بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل دلوقتي بقى شرح البري ستريسد كونكريت، وهنحل عليها النهارده مثال بالارقام سريعا. بس عايزين نفتكر مع بعض كده احنا ازاي اصلا كنا بنحل البري ستريسد. كان اول حاجه بنجيب المومنت ديو تو اكسترنال لود، تمام، ونرسم الاستريس بتاعها. وبعدين كان في فرق بين السيمبل بيم والكانتيفر. لو سيكشن في سيمبل فكان بيبقى المومنت ديو تو اكسترنال لود بيبقى ايه، الشد تحت والفوق ضغط، والمومنت ديو تو بري ستريسد كان بيبقى العكس. وكذلك في الكانتريفر المومنت ديو تو اكسترنال لود كان فوق شد وتحت ضغط، وعكس ايه بتاع البري ستريسد. طيب سريعا بس كده المعادله بتاعتنا اللي كنا دايما بنعوض فيها، ماينس بي ايه بي على الايه موجب او سالب المومنت على الزد، موجب او سالب البي في الاي على الزد. وقلنا ان دايما بي على الايه من ماينس لاننا دايما بنأثر بضغط. وقلنا ان اشاره المومنت والزد والمومنت على والبي ايه على زد بتختلف حسب انا لو كنت سيمبل بيم ولا كانتليفر، وقلنا الحالات بتاعتها وشرحناها في الفيديو السابق، تمام. قلنا في حالتين بالنسبه لي، ترانسفير وووركينج، بنشتغل في الترانسفير بالام اون ويت والبي اي، والووركينج بنشتغل بالام ماكسيمم والبي اي. طيب سريعا بس كده مراجعه كده على ازاي نرسم مومنت على الكاميرات بالنسبه لنا ديو تو اكسترنال لود. لو عندي لود في النص طبعا بيبقى بي ال على 4، ودايما المومنت اللي بيجي بقى ديو تو بري ستريسنج فورس بيبقى العكس، يعني نفس الرسمه دي كده بالعكس لفوق. نفس الكلام لو عندي يونيفورم لود، ولو عندي بقى كاميرا ويز كانتريفر بيبقى المنظر ده بالنسبه لي، تمام كده. هنبدا بقى اول مثال معانا. عندي كاميرا سيمبل بيم ويز تو كانتريفر، عندي اللود 33.5، مديني الاف سي يو 50 ميجا باسكال. طبعا احنا قلنا في الفيديو السابق ان اقل اف سي يو 30 ميجا باسكال، تمام. جيفن بالنسبه لي الفورس 1372 كيلو نيوتن، وادي اللزبان، مديني الكاميرا 3 دي، تمام، مديهاني الاي عند السكشن الكانتريفر ب 0.18، والسكشن البوزيتيف اللي هو عند السيمبل ب 0.23، ومديني القطاع نفسه 300 في 800. اول حاجه بنعملها بنجيب الاريا، طبعا بسيطه جدا، اريا مستطيل 0.3 في 0.8، دايما بنشتغل بالمتر. يبقى اول حاجه شفنا المساله دي والسكشن اهو مستطيل 0.3 في 0.8، جبنا الاريا. تاني حاجه على طول بنجيب الزد. نجيب الزد ازاي؟ بي اتش سكوير على الست، لانه ايه مستطيل، تمام، بالتعويض يطلع 0.032 متر ايه كيوب، تمام. اول حاجه بنبدا بيها في الحل بنجيب المومنت او نرسم المومنت ديو تو ايه اكسترنال لود. طبعا هي كاميرا سيمبل ويز دبل كانتريفر، فشكل المومنت طبعا محفوظ، تمام كده. اول حاجه المومنت هنا بكام، اللي هو كان عندي هنا لود يونيفورم، يبقى على طول دبليو ال سكوير على 2 فطلع 418. المومنت الثاني في البوزيتيف اللي هو المفروض الخط الدوتد ده واطرح منه ايه او انزل منه كام، دبليو ال سكوير على 8 فطلع كام، 523.44. طيب عندي سكشنين كريتيكال في الكاميرا دي، هي دي بس اللي بنحل فيها البري ستريسد. السكشنين سكشن منهم المومنت بتاعه الاكسترنال لود المومنت فوق شد، وهنا السكشن الثاني تحت الشد، فعشان كده احنا بناخد ايه سكشنين ونحل عليهم، هم دول الكريتيكال بالنسبه لي. طيب اول سكشن اللي هو السكشن عند الكانتريفر اهو، رسمنا الاستريس. دايما احنا ما بنحفظش المعادلات، بنرسم الاستريس قدامنا ونستنتج منه المعادله. فعندي ده كده شكل الاستريس ديوتو ايه اكسترنال لود، شد فوق كانتريفر وتحت ضغط، والبي على الايه دايما سالب، وادي دايما بقى البري ستريسنج ستيل او بري ستريسنج فورت بعكس ايه عكس الاكسترنال لود. يبقى كان هنا شد بقى هنا ضغط، وهنا كان ضغط بقى هنا شد. فعلى طول بقى نحط المعادله بتاعتنا، ماينس بي على الايه اهي، هو مديني البي اصلا في المساله ب 1372، ماينس بي على الايه احنا جايبين الاريا ب 0.24 اهي، بعدين زائد ليه زائد بقى، احنا شغالين على الاف توب، ام على الزد، ام على الزد ده اكسترنال لود بالبوزيتيف، تمام، يبقى فعلا هي بوزيتيف، تمام، 418.75 على الايه على الزد، تمام كده. طبعا هنا عشان القطاع مستطيل فالزد توب بيساوي الزد بوتو، تمام كده ماشي. بعدين ما تنساش بقى انت خلاص خلصت البي على الايه اهي، وخلصت الام على الزد، فاضل لك البي في اي على الزد، ادي البي والاي تستخدم، ما تنساش انت تستخدم الاي عند السكشن ده، السكشن ده هو مديك الاي بتاعته ب 0.18 فما تنساش. طيب يبقى 0.18 الكلام ده كله يطلع ماينس 0.348، ما تنساش ان هي ميجا باسكال، تمام كده. طيب الاف بوتوم احنا واقفين هنا عند الجزء ده كده، يبقى عندي ماينس ام على الزد وماينس بي على الايه
و بوزيتيف بي في اي على الزد. هو ده بالظبط اللي عملته هنا، ادي ماينس بي على الاي، وادي ماينس ام على الزد، وادي بوزيتيف البي في الاي على الاي الزد. ما تنساش ان انا برضو تاني الاي بنستخدمها عند نفس السكشن بتاع كانتليفر، ما تتلخبطش وتعوض بالاي التانيه. تمام كده، طلعت كام؟ طلعت ماينس 11.085. لو طلب منك رسمه الاستريس بالنسبه لك على الكاميرا، فالرسمه بسيطه جدا. الرسمه عندي كان في الاف توب بالماينس، وده بالماينس بيبقى 0.348، والسكشن اللي تحت اللي هو الاف بوتوم 11.085. طيب السكشن 2 كده، انا خلصت سكشن 1 كده، انا خلصت سكشن 1. طيب السكشن الثاني اللي هو عند الايه، عند البوزيتيف مومنت. طيب نفس الكلام بقى، نرسم نفس رسمه الايه الاستريسز، وبعدين نستنتج من المعادله. انا عندي رسمه الايه الديوتو اكسترنال لود اهي، ام على الزد. خلي بالك دي سيمبل، الحته اللي هي البوزيتيف دي الشد تحت والضغط فوق اهو، وبعدين بوزيتيف البي على ايه دايما سالب طبعا لانها دايما ضغط، وبعدين رسمه البري ستريسنج ايه فورس عكس دايما الاكسترنال لود، فهنا كان سالب بقى هنا موجب، وهنا موجب بقت هنا سالب. اشتغل بقى على الاف توب والاف بوتوم، ادي الاف توب ماينس بي على الاي اهو، وبعدين ماينس ولا زائد بقى الام على الزد، انا شغال في الاف توب هي ماينس، يبقى ماينس مومنت. خلي بالك انا بعوض بالمومنت ده اللي هو عند البوزيتيف على ايه على الزد، زائد ولا ناقص؟ زائد، لان انا بي في اي على الزد بالبوزيتيف يبقى زائد بي. خلي بالك بقى الاي هنا نستخدمها الايه، الاي عند البوزيتيف اللي هي كانت بتداني في المساله 0.23. تمام كده، تمام، يبقى على الزد يطلع في الاخر ماينس 12.21. خلي ما تنساش ان هي ميجا باسكال. تمام، تعوض بقى على طول في الاف توب بنفس الكلام بالظبط، انا واقف هنا كده في الاف توب تحت كده، ام على الزد بالبوزيتيف، والبي على الايه دايما بالماينس، بي في اي على الزد طلعت بالايه بالماينس. خلاص كده هتعوض تطلع في الاخر 0.779 ميجا باسكال. لو طلب منك رسمه الايه الاستريس ديستريبيوشن، هتلاقي طبعا ان في جزء ضغط فوق اللي هو الاف توب طلع ماينس 12 اهو، وجزء شد تحت قلبت شد اهي 0.779. تمام كده، خلي بالك طبعا احنا بعد ما بنجي له الارقام دي المفروض بنعمل حاجه اسمها ايه، تشيك، نشوف هي فعلا الارقام دي مسموح بيها واقل من الاول ولا لا. طبعا لو طلب منك تعملها، لو ما طلبش خلاص. تمام، هو طبعا لو عايز تعمل تشيك وتعرف ان هي اكبر ولا اقل من الاوبل، فعندك بتقارن الاف توب ب 0.4 اف سي يو. ايه 0.4 اف سي يو دي؟ ده الاف كومبريشن في الايه في التوب، الاف كومبريشن في الايه في التوب، في الايه طبعا في حاله الوركينج، احنا بنشتغل هنا في حاله الوركينج بس. طبعا ده الحاجات البسيطه بتاعت ايه اشغال، انما طبعا انشاءات بيبقى موضوع مختلف شويه. انت الاول اصلا في انشاءات او في الامتحان بتاعكو دايما بتجيب انت البي وانت بتجيب الاي، وانت اللي بتشيك على الايه الاستريس بتاعك وبتشوفه سيف او انسيف. تمام، وفي الغالب بيطلع انسيف دايما، ودايما بتعمل تو ترايلز بس في الامتحان. خلينا هنا في اشغال، انت هنا مش بتعمل خالص تشيك على الاستريس الا لو طلب منك. خلاص كده، فهنا مثلا 0.4 اف سي يو طلعت ماينس 20، فماينس 12 دي اقل منها، فكده تمام اف توب سيف. طيب هل بقى اف بوتوم سيف؟ اه، انا هنا المفروض بقارن اف توب البوتوم بايه؟ بالشد اللي هي الاف تي وركينج، 0.44 جذر اف سي يو تطلع بوينت ايه؟ تطلع بوينت تطلع 3.11 اللي هي 0.779 اقل منها، فانا كده سيف. نفس الكلام برضو اعمله في سيكشن واحد. اتمنى تكونوا استفدتوا من حل المساله دي، هي مساله سريعه وبسيطه جيلكم في الامتحان، اكيد درجاتها مش كتير قوي يعني في قسم اشغال طبعا بقصدي. تمام كده، اتمنى تكونوا استفدتوا منها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.